تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، افتتح الشيخ هزاع بن طحنون اليوم معرض العين للكتاب في دورته العاشرة. أكثر من 92 دار نشر محلية. طبعا يهدف معرض العين للكتاب لدعم الناشر المحلي والكتاب والمؤلفين والمثقفين في دولة الإمارات بشكل عام. طبعا ما يميز المعرض هذا العام سلسلة من الأنشطة الثقافية والورش التعليمية الموجهة للأطفال، نشاطات وفعاليات كبيرة تنتظر الأهالي في مدينة العين. لا شك هناك الكثير من المثقفين الإماراتيين أمثال ناصر الظاهري وسلطان الرميثي وغيرهم من المثقفين، شيخ الجابري، صعب نحصرهم الآن، لكن برنامج ثقافي حافل ينتظر المشاركين في أو زوار معرض العين للكتاب. وكذلك هناك ماث سميث وهو أحد العاملين في مجال الكوميكس، يعطي دورات تدريبية وورش تعليمية للأطفال. طبعا كل الزيارات المدرسية بيكون لهم تجربة ثقافية متميزة في مدينة العين.